السلام عليكم عرفة ولاية المغير. اليوم الأحد حدث لما وخطير راح ضحيتها 8 أشخاص، وحسب صفحة طريق المكلفة بالإعلام التابعة للدرك الوطني، فقد لقي شخصان مسرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير وقع اليوم الأحد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي المغير والوادي. الحادثة وقع على مستوى بلدية أم طيور وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة، نتج عن اصطدام عنيف ومباشر بين سيارة أجرة وسيارة سياحية أخرى. الحماية المدنية تنقلت على جناح السرعة إلى عين المكان ونقلت الضحايا إلى المستشفى المحلي بعد إسعافهم في عين المكان، فيما تم نقل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث. المصالح الأمنية بدورها تنقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقاتها في القضية، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته.